الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد صادق موجود؟ والله ما عرفت، تقدر تدخل على الباتس او تشوفه. السلام عليكم. إن شاء الله راح نبدأ اليوم محاضرة رقم 2 بالنسبة للوورد كنترول. راح ناخذ بها الجاز بيهيفير وناخذ بها الهيدروستاتيك بريشر اللي خاص بالجاز بيهيفير، وشلون راح يتكون الهيدروستاتيك، وأيضا أنواع الهيدروستاتيك المرتبطة بالجاز بيهيفير. فقط تصحيح للمعلومة، أمس ذكرنا أنه مشكلة مع خليج المكسيك اللي صارت هي شركة بريتش بتروليوم بال2009، وفعليا هي كانت المعلومة صحيحة. شهر التاسع 2009 كان المشكلة اللي صارت خليج المكسيك. فنكمل إن شاء الله المحاضرة. راح ناخذ اليوم مثل ما قلنا الجاز بيهيفير والهيدروستاتيك المتكون بسبب الجاز بيهيفير. أول شيء راح نتعرف ليش جاي ندرس الـ well control، بعدين راح ندرس الـ ideal gases، وراح ندرس الـ real gases، راح ناخذ الـ critical temperature and pressure، وراح ناخذ الـ gas compressibility، وبعدين عندنا بعض الأمثلة المرتبطة بكل المحتوى اللي ذكرناه سابقا. بالنسبة لهذا الموضوع فعليا هو ما يجيبون عليه اسئله بالاي دبليو سي اف، لكن هو يعتبر الباب الرئيسي للاي دبليو سي اف للوورد كنترول. يعني اذا فهمنا هذا الموضوع بقيه الاسئله او بقيه المواضيع المرتبطه بالوورد كنترول راح تكون سهله، لكن هو فعليا راح نشوف هو جايب بعض الاسئله بنهايه هذا السيشن، ممكن 5 أو 6 أسئلة، 5 أسئلة بس هي ما تجي بالاي دبليو سي اف، لكن هو يعتبر البوابة الرئيسية للورد كنترول. احنا من جاي نريد نسيطر على الكيك او جاي نشتغل على الورد كنترول والسيطرة على الابر، ليش نسوي سيطرة على الابر؟ لان في حال انه ما قدرنا نسوي سيطرة على الابر وصار عندنا بلو اوت راح يسبب لنا خسائر يعني سوينا فاتالتي بالاشخاص، راح يسوي لنا environmental damage، وايضا راح يخسر لنا cost. احنا قلنا اعلى cost واعلى MPT جاي يصير حول العالم هي بسبب ال well control، وذكرنا امس مشكله PP خليج المكسيك، طبعا من اكبر المشاكل اللي تخص ال well control. ايضا اكو وحده مشابهه لها تعرضت لها شيل، ايضا وحده مشابهه لها تعرضت لها شفرون، وكولومبيا صار عندهم مشاكل ما شاء الله بالوورد كنترول. فهذه كلها خسائر بالنفوس البشريه، environmental damage، وايضا راح يصير عندنا cost. اغلبيه الوورد كنترول، اغلبيه مشاكل الوورد كنترول هي بسبب
يعني سوء إدارة الأشخاص لأمور الحفر أو للأوبريشن. هي كلها human failure. تمام؟ فأغلبيتها إنه human error. زين إحنا شلون نصحح هذا الـ human error؟ بأنه ندرب الأشخاص اللي موجودين على الريك سايت وأيضاً المانجمنت اللي موجودة بارتباط مع الريك سايت، ندربهم على أنه شلون يتفادون الـ well control situation، شلون يتفادون إذا صار عندنا blow out أو إذا صار عندنا well control situation، أنه ندربهم نعلمهم ندخلهم training course. هذا worldwide وضعوا الـ well control course، وبدأ أنه أي شخص يريد يشتغل drilling supervisor أو يريد يشتغل drilling engineer أو بالمانجمنت اللي خاصة بالـ wells لازم عنده well control، كله على مود نقلل من الحوادث اللي تصير بسبب الـ well control. طبعاً سابقاً الحد الـ 78 من 75 إلى 78 كان الـ owner اللي هو مالك الحقل، أيضاً الـ بالنسبة للـ service company للـ drilling contractor ما يهتمون إيش فيه اسمه well control، إلى أن ظهرت الـ well control بنهاية السبعينات وبدأت الناس تأخذها. بدأ بعدين بسبب المشاكل اللي تصير شفران وقعت بالمشاكل وراء شفران، اجت شيل وراء شيل، اجت كذا من الشركات صارت عندها well control situation، انوضع بعدين قانون وصارت الشركات المالكة للحقول تصر على انه اي شخص يشتغل بالحقل كمانجمنت لازم عنده well control certificate. فعلى مود نمنع الأخطاء والإيرر اللي صير خلال الحفر، إنه قلنا ندرب الأشخاص نوضع خطط للحفر تكون صحيحة هندسية ومدروسة وصحيحة، أيضا بالنسبة للإكويبمنت اللي تكون ونستخدمها تكون إكويبمنت كفاءتها عالية وتكون إكويبمنت صحيحة وكافية إنه تكبحنا الكيك أو تكبحنا الويل كونترول سيتيوشن، بالإضافة إلى أنه العمليات اللي ننفذها تكون مدروسة وتكون ذات يعني موثوقة، العمليات أو تنفيذ العمليات يكون موثوق أو يكون بصورة صحيحة. بقى النقطة الأخيرة اللي كمقدمة لهذا الفصل، أنه إحنا صحيح من ندرب الأشخاص من ندخلهم الـ control، تعرفون الـ control بهذه الأيام على قلة أسعار النفط جاي يتراوح الـ cost مالتها بين $700 إلى $1,500، وأيضا بعض المعاهد تأخذها أكثر من $2,000. فهذا التدريب للأشخاص، طبعا إحنا ما نحتاج بس الـ control، نحتاج بعض الشهادات المرفقة للويل كنترول اللي خاصة بالسيفتي مثل الريك باس، مثل الاش تو اس، مثل النيفوش، مثل وهكذا، بالإضافة إلى الاي دبليو سي اف. فهذه كلها كوست على الشركات، صح الشركة تخسر وتشوف جاي تنفق أموال ممكن تروح بمجرد حبر على ورق، لكن هي راح تشوف فوائدها من أنه تتفادى المشاكل اللي حصلت بالسابق. يعني احنا مثلا صارت عندنا في لنفرض في 2012 world control situation خسرنا $2 مليون، انا من ادرب الاشخاص مالتي بقيمة ربع مليون اللي هو $250,000 بس اتفادى انه صار عندي MBT $2 مليون او $3 ملايين، فهذه كلها راح يعتبر benefit للشركة. هسه راح نبدي ندخل نتعمق شوية بالغاس بيهيفير ونبدي ناخذ احنا ليش قلنا جاي ندرس الويل كنترول. اول شيء بالنسبة للكيك مثل ما ذكرنا امس، مجرد مراجعة بسيطة، الكيك اما تكون غاز او اويل او لايت اويل او ووتر، خليها ببالنا، وكل واحدة من هذنا الها البيهيفير اللي خاص بيها. إن شاء الله بالتقدم مع الـ well control راح نبدي نتعرف على كل واحدة من عدهن. اليوم احنا راح ناخذ بالنسبة لنا للغاز behavior، راح ناخذ الغاز من يصير على شكل كيك شلون راح يتكون وشلون راح يظهر لنا على شكل كيك.
الاويل واللايت اويل لهم البيهيفير اللي خاص بهم. ايضا بالنسبه للووتر راح يسلك مسلك اخر يختلف عن هذول ثلاثتهم. فكل كيك ونوع من الكيك هي اما تكون غاز اما تكون اويل اما تكون ووتر. بالنسبه اهم شيء للطرق مالتنا، احنا سأجت لنا الكيك مثل ما ذكرنا ودخلت للويل باور وبدينا عمليات الويل كنترول. بالنسبه للويل كنترول اهم شيء بالنسبه للويل كنترول انه نحافظ على البوتوم هول بريشر كونستانت ثابت. تمام، شلون نحافظ عليها؟ مثل ما امس ذكرنا وشويه تناقشنا بيها، نسوي عمليه يوتيوب. تمام، عرفنا جمعنا الكيسنج بريشر ويا الهيدروستاتيك بريشر زائد الكيك هيدروستاتيك. تمام، بالاضافه نعرف البيهيفير اللي جاي سلكه الغاز. ايضا التصميم مالتنا من نصمم بالنسبه ان للوول كنترول سيتويشن او الوول كنترول بلان، نخلي ببالنا انه من نريد نقتل البير الغاز راح يكون عند البوتوم، صح؟ الكيك تظهر لنا عند البوتوم مالت الويل وتبدي موفينج اب للسيرفس. فهذه الطريقه، هذا الميجريشن انه ينتقل الغاز من البوتوم مالت الويل للسيرفس، كلها لازم تكون حسب بلان مدروسة ولازم تكون حسب معرفة. أيضا الغاز من ينتقل من قاع البئر إلى السطح ما راح يبقى نفس حجمه. أكيد الغاز أول ما يطلع بسبب الكومبرس العالي وبسبب أيضا درجة الحرارة راح يكون شبه سائل، ليس سائل لكن يكون شبه سائل. بس كل ما يبدي يصعد راح يبدي يصير بي اكسبانشن وراح ياخذ طبيعه الغاز، طبيعته او خاصيه الغاز اللي هو يمتلكه الى ان يوصل للسطح. فهذه مجرد مدخل بسيط للكورس مالت اليوم ان شاء الله، وراح نبدي ندخل بالحسابات مالتنا وراح نبدي معرفه البيهيفير مالت الغاز. راح نشوف طبعا احنا كل كمواد موجوده بالطبيعه تتقسم الى ثلاث مراحل. القسم الاول انه يكون صلب، والقسم الثاني يكون سائل، والقسم الثالث يكون غاز اللي هي الطبيعه الفيزيائيه اللي يحتويها كل عنصر من العناصر الموجودة بالطبيعة. إنه بالبداية يكون صلب، بعدين يتحول إلى سائل، بعدين يتحول إلى غاز. طريقة تحول المادة من شكل إلى آخر تتم عن طريق زيادة درجة الحرارة. تمام؟ أيضاً بالتلاعب بالضغط. بالنسبة للضغط، كل ما زاد الضغط، كل ما زاد الضغط، كل ما قللنا حجم المادة، كل ما سلطنا قوة أكثر على المادة قللنا حجم المادة. حجم المادة من يقل راح تتحول من مادة خفيفة إلى مادة ثقيلة، يعني تتحول من غاز إلى سائل وهكذا بالتدريج. أما درجة الحرارة بالعكس، كل ما زادت درجة الحرارة راح تتمدد المادة، راح تفقد خواصها كمادة صلبة كمادة ثقيلة وتبدي تخف. فلهذا كل ما زادت درجة الحرارة كل ما تحولت المادة من صلبة وبعدها سائلة وبعدها غازية. فهذا الكير يمثل لنا تحول أو شكل تحول المادة من سائلة من صلبة إلى سائلة إلى غاز. عندنا في الدرجة اللي يسموها الـ critical point، النقطة الحرجة. تمام؟ النقطة الحرجة اللي عدها تتحول المادة إلى غاز. تمام؟ تتحول المادة إلى غاز ومهما نظل نصعد البرشر عليها تبقى غاز، ما نقدر نرجعها بعد إلى سائلة، تبقى غاز مهما صعدنا البريشر. احنا قلنا اذا صعد البريشر الماده راح تصير كثيفه اكثر وتتحول الى ليكويد. بس
إذا وصلنا لهذه النقطة اللي هي critical temperature تمام، بعدين مهما صعدنا البريشر فوقها فهي راح تبقى بحالة الغازية، فهذه يسموها critical temperature، وأما هذه يسموها critical pressure اللي بعده راح يبقى أي عنصر بالكون راح يبقى بشكل غاز. فهذه تعريف للcritical temperature، وهذا أيضا تعريف بالنسبة للcritical pressure. بالنسبة للcritical temperature قلنا هي نقطة أو درجة الحرارة الحرجة اللي بعده أي سائل يتحول إلى غاز بغض النظر عن البريشر اللي نسلطه عليه. أما بالنسبة للcritical pressure فهو الضغط اللي راح يكون عند الcritical temperature تمام، من نصير critical temperature راح يكون عندنا هذا الضغط، فهذه بالنسبة للcritical pressure وعندنا الcritical temperature. نعرف درجة الحرارة راح نقيسها بالضغط بالPSI، أما درجة الحرارة فعندنا عدة قيم نقيس بها، أما سيليزية أما فهرنهايت كلبنز، فكل هذه راح نقيسها هي مقياس لدرجات الحرارة. احنا بصورة طبيعية الغازات اللي موجودة بالداون هول هي كلها غازات عضوية او اغلبيتها غازات عضوية تمام، مثلا عندنا ميثان اكيد هو اغلب الغازات اللي موجودة بالداون هول، اما نلقاها H2S او نلقاها ميثان. هسه هذه بعض انماط الغازات اللي موجودة داخل الارض، عندنا ميثان تمام، هذا التركيب او الصيغه الكيميائيه مالته، عندنا ايثان، عندنا بروبان، بيوتان، ايزوبيوتان، بنتان، ايزوبنتان، اند عندنا CO2 H2S والنيتروجين، وعندنا الووتر. اما هذا الوزن الجزيئي راح نركز على الوزن الجزيئي لكل عنصر. الوزن الجزيئي راح نستخدمه حاليا بمسائلنا على مود نطلع السبيسيفيك جرافيتي او الدنسيتي، ممكن نقولها الدنسيتي للغاز تمام. فالدنسيتي مالت الغاز راح نعتمد على الوزن الجزيئي لمركب الميثان. الوزن الجزيئي كصيغه كيميائيه كتعريف كيميائي هو وزن جزيئات الماده. احنا نعرف انه كل ماده تتكون من جزيئات، فوزن كل جزيئه يقاس حسب هذا الجدول تمام. فلو نشوف اعلى شيء عندنا الايزوبيوتان والبيوتان والايزوبيوتان كوزن، اما الضغط الجزيئي مالته فهذا اللي هو هذا الكريتيكال بريشر، وهذا الكريتيكال تمبرشر تمام، مقاسة بالفهرنهايت ومقاسة بالسيليز، أما هذا مقاس بالPSI اللي هو هذا يعتبر الكريتيكال temperature مع الكريتيكال pressure. هسه نجي إلى هذه المعادلة. بالنسبة لهذه المعادلة جدا مهمة يا أخوان بالwell control بالIWCF، يعني خلينا نقول 5% من أسئلة الIWCF أو أكثر طبعاً إلى 10% تعتمد على هذا القانون. عندنا بويل، قانون بويل شو يقول؟ هذا القانون مطبق فقط على الغازات، يقول P1 البريشر الأول في V1 في الفوليوم الأول يساوي لنا P2 في V2 ويساوي لنا ثابت. شنو معنى هذا الكلام؟ معناها لو لنفرض سلطنا على بالون هواء سلطنا 10 PSI وحجم البالون 10 برا تمام؟ سلطنا عليه 10 PSI 10 برا، فالعشرة في 10 يساوي لنا 100 صح؟ لو اجينا
زيدنا الضغط على البالون تمام زيدنا هو كان 10 سويناه 20 راح الحجم مالت البالون يصغر فيصير 5 بارات على مود ايضا قيمته البي في الفي يساوي لنا 100 فالخمسة في 20 تساوي لنا 100 فهذا يا اخوان كقانون من 5 إلى 10% من الأسئلة اللي هو تقريباً 60 إلى 65 سؤال بالوال كنترول حيكون على الـ P1V1 اللي هو فويلر تمام؟ هذا القانون يشتغل فقط على الغازات المثالية هسه راح بعدين نجي إلى الغازات الغير مثالية لكن هسه مبدئياً هذا القانون جداً مهم بالوال كنترول نجي وراها شارلز لو شبيه بهذا القانون لكن بالنسبة لهذا العالم شنو قال؟ قال البريشر الأول يقول البريشر الأول اللي هو P1 على T1 يساوي لنا P2 البريشر الثاني على التمبريتشر رقم 2 و بعد هذه المعادلة اشتقوا معادلة للغازات المثالية شنو سووا خلوا القانون الأول على القانون الثاني وطلعت لنا هذه المعادلة P1V1 يساوي لنا P2V2 على T1 بالنسبة لـ P1V1 وبالنسبة لـ P2V2 وأيضا يساوي لنا ثابت من هذه المعادلات للغازات المثالية استنتجوا هذه المعادلة هذه المعادلة شو تقول إن شاء الله بالنسبة للزت أحد الأشخاص يسأل بالكوميونيكيتر يكون معامل الانضغاط واحد استاذ بالنسبة للغازات المثالية الغازات المثالية الغازات اللي ما بيها انضغاطية شنو ما بيها انضغاطية يعني مثلا الهواء اللي متكون من الأكسجين والنيتروجين وبعض الغازات الأخرى يكون بانضغاطية يعني احنا المفروض من نضغط أي غاز انضغطه يقل حجمه بنسبة الضغط اللي احنا نسلط عليه مثل ما قلنا هو كان حجمه 10 مسلطين عليه ضغط احنا 10 نسلطنا عليه ضغط 20 المفروض حجمه يصير 5 تمام هذه يسموها غازات مثالية الغازات الغير مثالية اذا هو كان PSI 10 والحجم مالته 10 من نسوي الـ PSI اللي هو الـ Pressure 20 بمكان ما يكون حجمه 5 راح تلقى حجمه 4 صار لأن بانضغاطية فهذا ما يعتبر ideal gas تمام ما يعتبر غاز مثالي فهذا هو الغاز المثالي فهذا القانون فقط مطبق على الغازات المثالية اللي ما بيها انضغاطية تمام وراح ناخذ إذا كانت الغازات غير مثالية والغازات اللي تكون بها انضغاطية فمن خلال هذا المعادلة استنتجنا المعادلة الأخيرة اللي هو يقول لك نضرب البريشر اللي هو الضغط في الفوليوم راح ينطينا الان في الار في التي الار كونستانت راح نعرف من راح نستخرجه بالنسبة للان هو الوزن الجزيئي بالنسبة للتي هو درجة الحرارة راح نعرف هسه راح يجي لنا جدول حسب الجدول راح نعرف كل وحدة من عندهم شنو تمام بالنسبة للآر إذا كانت مالتنا الوحدات هو PSI والفوليوم بالفيت ودرجة الحرارة بالآر ديجري وبالنسبة للوزن الجزيئي كان يقاس بالباوند مول فراح يكون الآر مالتنا 10.7 وهكذا ايضا اذا كانت PSI gallon R ايضا راح يكون 80.2 فهذا الكونستانت حسب التحويلات
وأما فهذا يمثل لنا هذا يمثل لنا الـ R. أما الـ N قلنا هو الوزن الجزيئي، أما T هو درجة الحرارة. راح نجي إلى هذا المثال. هذا مثال يوضح لنا كل الكلام اللي سبق وأخذناه، وشنو الـ B1 وشنو الـ B1 وهكذا. جالنا Anaflex، جالنا كيك، قيمة هاي الكيك 20 بارل، تمام؟ دخلت للبير. من دخلت للبير كان الضغط اللي دخلت به هو 3500 PSI، يعني الداون هول بريشر كان 3500 PSI. يقول احسب حجم الكيك او حجم الغاز اللي طلع، اذا يعني ايش قد الفوليوم مالته عندما يطلع للاتموسفير، عندما يطلع للجو الخارجي. فمنطقة ايضا ملاحظتين، نعتبر انه الضغط الجوي 14.4 PSI، تمام، وايضا نعتبر انه التمبريتشر مالتنا فهرنهايت 150 فهرنهايت بالنسبه للداون هول تمبريتشر، اما للضغط الجوي فالتمبريتشر مالته او للجو الخارجي التمبريتشر مالته هو 65 فهرنهايت. ففقط هذه المعلومات. فراح نجي اول شيء نستخدم البويل لو. احنا عندنا قلنا ال P1V1 يساوي لنا ال P2V2، فاحنا عندنا ال V1 موجود اللي هو 20، وال P1 عندنا 3500، نقسمهن على 14.4 اللي هو الضغط الجوي، راح يطلع حجم الغاز عندما يخرج راح يطلع حجمه 4861 بارل، تمام. نشوف الكيك، بس واحد يعني خليه يتخيل الكيك، انه بالبدايه هي طلعت 20 بارل، ل 20 بارل تعتبر لا شيء، 20 بارل يعني بالنسبه للحفر ما تمثل اي شيء، لكن من طلعت للهواء الخارجي راح نشوف ايش قد قيمتها 4861، يعني ضاعفت عده مرات الى ان وصلت الى هذا الرقم، يعني يعتبر رقم خيالي. فانت تخيل 4000 قريب على 5000 بارل، لو ما قدرت تسيطر عليها صارت عندك ويل كنترول سيتويشن وما قدرت تسيطر عليها، هذه ال 4000 او ال 5000 بارل كلها راح تنحرق، راح تصير عباره عن حريق. ف 5000 بارل من الغاز راح يحترق بالجو. فنتخيل ايش قد صارت ضخمه. ف لو نشوف العشرين بارل هنا يقول صار بها 243 مرة أكبر صارت. نجي نطبق المعادلة للغازات المثالية على مود نشوف الفرق. هنا بالبداية ما أخذنا درجة الحرارة، صحيح؟ هنا راح نأخذ درجة الحرارة على مود نشوف الفرق. من أخذنا درجة الحرارة نفس الشيء، الـ P1 ضربناها بالـ V1 في درجة الحرارة، طبعاً درجة الحرارة نحولها من الفهرنهايت للرانكين سكيل، فلازم نضيف عليها 460، فالـ 65 زاد 460 هي 458، الـ 150 أيضاً نضيف عليها 460، فراح يطلع لنا الفوليوم 2 4148، مع انه قبله كان 4800 من يعني سوينا اجنور لدرجه الحراره. فراح نعرف انه هذا الاجنورينج بالنسبه لدرجه الحراره راح يزيد لنا من الفوليوم 17%، يعني مساع كان 243 مره اكثر، اما هالمره صار 207 أكثر. فبالحسابات دائما درجة الحرارة راح تغير لنا من الحسابات مالتنا. بس نخلي ببالنا بالنسبة أنه
البي 1 في 1 في 2 في 2 هو القانون المعتمد بالويل كنترول. دائما نعتبر الغازات اللي جاي تطلع هي غازات مثاليه, وبالنسبه للاي دبليو سي اف يعتمدون فقط البويلر, ما يستخدمون لا شارلز ولا يستخدمون الايديو, بس احنا خليناهم فقط للمعرفه ونشوف البيهافير اللي سلك الغاز من ظهوره من البوتوم مالت الويل الى ان يظهر الى السطح. نجي للمسألة الثانية. المسألة الثانية تقول إذا عدنا density مع الغاز, وهذا الغاز يتكون 90% من عنده ميثان و 10% إيثان. لو نتذكر الميثان الوزن الجزيئي مالته 16, أما بالنسبة للإيثان الوزن الجزيئي مالته 30.5. جنبوي فشلون نحل هذا المثال؟ هو يريد الدنسنتي من الغاز, كثافة الغاز, ومنطينا هذا الغاز يقول 90% من عنده ميثان و 10% من عنده إيثان, ويريد الحل مالته بالداون هول كونديشن, ويريد أيضا الحل مالته بالاتموسفير كونديشن. نجي شلون نطلع الدنسيتي. الدنسيتي مالت الغاز بالبداية راح نطلع الوزن الجزيئي الكلي للغاز. نعم يطلب كثافة الغاز. هذه المعادلة تعتبر من المعادلات المهمة بالويل كنترول, هي ما تجيب هذه الصيغة لكن هي تعتبر مدخل لباب الويل كنترول بالنسبه للبيهيفير مالت الغازات. فنطلع الوزن الجزيئي للغاز. هذا الغاز يتكون من 90% من عنده ميثان, فنضرب 90% اللي هو 0.9 في 16 اللي هو يعتبر الوزن الجزيئي للميثان, زائد 0.1 اللي هو 10% مالت الايثان في 30.1. تمام, اعتقد هذا الرقم غلط مع الايثان لان كوزن جزيئي هو 30.5, عموما هو هنا مستخدمه 30.1, فراح يطلع عندنا الوزن الجزيئي 17.4. تمام, هذا الوزن الجزيئي للغاز. زين شلون نطلع الدنسيتي او السبيسيفيك جرافيتي مالت الغاز؟ السبيسيفيك جرافيتي انقسم على ما نطلع أي غاز بالعالم, نريد نطلع specific gravity مالته, نقسم الوزن الجزيئي مالته مالت الغاز على الوزن الجزيئي مالت الهواء. تمام, الوزن الجزيئي مالت الغاز طلعنا 17.41. تمام, الوزن الجزيئي مالت الهواء 29, هذا ثابت, أي هواء بالعالم الوزن الجزيئي مالته 29. ف 17.4 مقسم على 29 density مالت الغاز راح يطلع 0.6. هذا فقط للمعادلة مالتنا. احنا بالويل كنترول ان شاء الله من راح نتقدم بالكورس ما راح نستخدم هاي المعادلات, ما راح نستخدم الوزن الجزيئي, ما راح نستخدم المعادلات الكيميائية, بس أنا جاي أطرحها على مود بعدين من نتقدم بالويل كنترول نعرف إنه هذه مين إجت. لا أستاذ, بالنسبة للسبيسيفيك جرافيتي تقاس إس جي, وحدة السبيسيفيك جرافيتي. أيضا بالنسبة إلى نوعيات الغاز اللي طبت بالبير بعدين إن شاء الله راح نأخذها حسب الكثافة مالتها. تمام, فهذه راح نعرف على مود نعرف كثافة الغاز فقط من اجت. على مود نطلع كثافة الغاز. كثافة الغاز نستخدم هذه المعادلة BV اللي هو pressure على الفوليوم يساوي النزت
زد احنا قلنا هو معامل انضغاطية بالنسبة للغازات المثالية فرضة واحد لأن ما بيها أي انضغاطية. أما الآن هو الوزن الجزيئي للغاز، تمام؟ الار تي بالنسبة للار، الار هو كونستانت اللي ثابت هذا أو هذا حسب الوحدات، أما التي هو درجة حرارة. مجرد نجي ندخلها بالمثال نفسه على مود نطلع الدنسيتي مالتنا بالبي بي جي اللي هو الباوند بير جالون، راح نضرب الوزن الجزيئي للغاز، تمام؟ الوزن الجزيئي